السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذه الليلة. أجواءنا اليوم كانت أجواء شديدة الحرارة، سجلت أعلى درجات حرارة اليوم 50 درجة مئوية في مدينة الكويت وكذلك مدينة الجهرة. تفاوتت معظم المناطق السكنية ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء في هذه الليلة، أجواء تميل إلى الحرارة في بعض المناطق وحارة في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية. الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء صحو، الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة السرعة 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت 40 درجة مئوية، 22% الرطوبة النسبية، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى، 29 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، مناطق الشمالية في مزارع العبدلي 31 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 32 درجة مئوية، الجزر الشمالية في ريتشا وربا وبوبيان 35 درجة مئوية. أما بالنسبة لجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. بعد منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 49 درجة مئوية في مدينة الجهرة، 50 درجة مئوية، كذلك غرب البلاد في منطقتي الشقاية والسالمي 50 درجة مئوية، شمال البلاد في مزارع العبدلي 49، جنوبا في مزارع وفرة 50 درجة مئوية، مناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 44 إلى 49 درجة مئوية في مدينة الكويت، مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، متوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة بشكل عام، ارتفاع الموج تراوح من 2 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:33 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:04 دقائق، موعد أذان المغرب الساعة 6:45 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، السماء صحو بشكل عام، لا تزال درجات الحرارة شديدة الحرارة في النهار تميل إلى الحرارة بالليل، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة العظمى ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية في مختلف الخمس أيام القادمة، كذلك درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. استمرار في رياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في يوم الأحد قد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، تؤدي لثارة الغبار والأتربة المثارة على بعض المناطق المكشوفة. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، والآن نرجع للزملاء في الاستديو.